ما انا نطق ديجا البيتزا بالمخد بحال هكا حيت كنا جامعينهم. شوفوا لاله تيليا الليل كله ما خلاتناش ننسو، في الاخر هي عاد قال لها راسها نعسي. شوف يلا غنزيد نجمع هنايا. ايوا المهم هذا هو فطورنا، نوريكم الخبز ديال ماما. المهم هنايا غير تميرات وزليفه ديال الحسوله ديال حيتاش مشى للجامع، حطيتها في حركه. هنايا نوريكم الخبز ماما تبارك الله فاقت بكري، صباح وطيبات البطبوط. انا جايبه الخبز البارح من الباتيسري، قلت لها زعما بلا ما تعذبي ساعه ضروري قلت لك طيبه الخبز. ايوا هذه هي طبيعتنا ديال الفطور، صراحه حتى واحد ما ديها في الفطور، ما احنا اصلا ما كنفطروش، ولكن ضروري نحطو طبيعتنا بحال هكا. ها شوفوا لاله سيليا باقا ناعسه ليكوش ليكوش، شحال فيقت شحال فيقت ومن بعد تفيق ليا. بخير اختي، دابا انا جيت غسلت وجهي، غندير اختي ليكرون ديالي ليكرون تانتي. علاش؟ حيت غنطلعو نذبحو في السطح، اذا خاصني نكون دايره ليكرون. عرفتو وجهي جمع لي غام باش زعما كل ليله نغسلو وندير ليه داك لاغام ديال فيتامين سي وداك الخلطه الملكيه داكشي. والله ما عمرني داك شي حاجه ما تكنساليش البنات والله. وزيد سيليا تبتلات على البلاصه، مولفاتش انها تنعسي وما كتبغيش تنعس. صافي البارح فاش كنا خارجين نعسات ليا في البوسيت شويه، ومنين كنجيو للطاق كتنوض كدير الهيلاره باللي راه دايره الهيلار. انا نعست وخليت معاها با حيت صافي هي البارح. المهم السعاده ها هو الزليفه تحطت لي هنا ماما، الزيتون العسل حطت لي هنا الزيتون اخر، ولكن هو قال لك باغي غير املو الدالي يحولو. راح الاملو مسكين من البلاطو مشى ليه، قالت لي والو فطر عاد طلع باش ندوحو راه بدل الحوايج ديال الكشخه حطهم ياك الكشخه تيسالي عاد يشوف شنو. هادو شحال زوينين، حنا كنقولو لهم الكراوش. كاين هاد الشكل وكاين الشكل الاخر ديال الخراف الكبير، وكاين بزاف د الاشكال دوك المشبكين. انا تيعجبني هاد الشكل صراحه زوينين. سي عادل يلا غنهرب قنا مسيو الحاول ان شاء الله يا ربي. بسم الله تبارك الرحمن هو الاول. سي عادل راه فطر ما شاء الله. بلاتي عادي نصورك فوطه. يا الله بسم الله بلاتي غن. يلا غنجيب الكاميرا انت بلاتي. المهم راه الجزيره راه شفتات ياك. انا اكحز اللور باش يبان كلشي، مبغيناش يبان لك الدم باش ما لا غير كحز اللور وشد غير الفوقي شد شد تحت. المهم بحال هكا بكيت اختي. الجزيره رشا شنو قيسي شويه دوك الجنابي شويه صافي. عندك الموس شكون اللي يصافي ولا الموس ماضي بزاف عندك واحد هو اللي يقضي راسه. اول حاجه غنحيد هاد الشحيمه هادي غنتبعها تنحيدها. خاصني نجي نعاونك شكون اللي يشد لك التليفون. لا غير خليك ما تعاونيش ما محتاجاش ليك. ياك نحيد هاد الشحيمه الحصيره الاولانيه نعلقوها ومن بعد نشوفو ديك الساعه البلانات الاخرين. واخا كيدور ليا نحاول يمنعونيش ماشي مشكل. وي نجي نشد معاك. لا 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 والله ما محتاجه
عندك وعندك ايه؟ متخافش. وايلي عرفتي شحال من ها؟ ها؟ شحال من هادي؟ شحال من هادي؟ من هادي شحال من هادي؟ اه بزاف. واخا شحال من وحده عليه؟ راه بزاف. وييه ايوا. لا متخافش تبارك الله. عندي نشد معي. لا لا عادي والله ما تشد معي. غنسلك لي الشحمه صافي ونرجع ديك الساعه نكمل شقي. تبارك الله ما شاء الله. نعم مانيك هو 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 يبردي. شوفوا ما شاء الله نحاول نحرك بحال هكا يخرج برا باش يبان ليا شنو اللي غنبداو شنو اللي لا. هذا البنات حنا كنلوح هو وماما ما تتحملوش هاد البليط هدا تقولك لاح عليا داكشي. هدا ماشي كنلوحو هدا كنيبسوه كنخليوه يكرم في السطح بهاكا بالوسخ ديالو. المهم يلاه هز بحالا كنحاولو نحركوها. دابا غندير واحد الحركة عجيبة من بعد تكرف بالمخ تعاود كامله بالمخ. يلا حيتي حيت باقا المغلفه. اول حاجه اول مره يذبح المزي خدينا هذا المزي هذا عادل. بسم الله بسم الله. حاولي راهو تما غنبداو بسم الله. يلا المهم حنا حيت كنتعاونوا غير بوحدنا وانا كنخاف شويه واخا كنتعاون ولكن كنخاف كنمرقطوها ضروري. لا استغيثا باش نحلوها كما على جوج شوية فاش حنا نحاول نهبط نهبط الكبدة وديك الشي. ماما بقيت صفات البصلة ودا داك الشي ديال اللي نقطبها في التفصيل وانا قلت الكبدة وهي مقلبة ودابا ماما بدات كتشوي عمرات واقيلا. ماما بديتي؟ انا تخلط. ها هي ماما تتخلط. يلا كنخلط هاد الحيط. يلا قلتي لهم بدا السلام عليكم انتي مازالش معايا ما حل لك اش يقول بلاد. السلام عليكم. السلام عليكم بارك العواشر عليكم تعيدوا تعاودوا. ويلي 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 كلشي شيبه ان شاء الله يا ربي. راه حيده بنتي من حدا الفخر. اجي ماما تفرجي زيد اشكو خسر راسها حقا غير يلا بلاتي نصاوبو لك. هادي تعيط. المهم حنا ان شاء الله اول وحدين ما شاء الله تبارك الرحمن ذبحنا ليه عندنا بثقة. وي ما وي نسيتو نسيت الموس. انا جاية شو راه ما يصدقون بعدا. ماما الموس الزوق سحتيت سات لي ماشي خويا خويا وهو راه ما سات الزوق الزوق سحتيت سات لي اوريدي نو ياكي ما ضيغوا هادي هاني مسات غدا يا ولدي وين هي اوريجيت صافي ماشي مشكل. خالتي قلت لهم ما يصدقوا شو شو راه دزدر في المحشور. جيتي تشد واحد انت صدح نهبط نحل الحاله نطلع نكمل
على البركة يا بلاتي ياك حنا المعزي شرينا لسيدي شرينا لسيدي قدا صغيوه مسخة عرفت ما جبتش بالون القصة القديم ديالك راه حيدي المرة راه حيدي شفت المرة راه قداش بيت فين مسكينة ما كانش كاع كيطلع عليها الدم هاد سميتو فين كان زيراي ما كانش كاع كيطلع عليها الدم هاد الناس هادي كيفاش كيطلع عليها الدم باش كل مرة راه كبيرة علاش زعما حيت ما كيطلعش ليها بلاتي لا علاش اللي عنده المرة راه كبيرة كانت كيطلع لها الدم من ضربي منها أكبر كبدة في العالم عرفت الطيحة لنا هذه كلشي على الطيحة صغيرة المهم كبيدة هاهي راه حنا شارين المعزية باش نذوقوا منها من حنا شارينو باش ن الحلقة باش نوصل ناري سيليا مضربة معنا قربتي تسالي سربية خصها تمشي للكانون حيت يلا سربي سربي وريا قداس باقا كنكتشف راه صغيرة حياتي راه المعزي كله تيكون بحال لا ذبحنا المعزي ما كانتش بحال هكا كانت كبيرة ما بقاش عندي الجهد انا من جوج مرات ويتك على الرية ويتك 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 عندها أكبر الأعضاء في العالم أكبر الأعضاء في العالم عندها صافي شوينا تبارك الله حنايا راه سالينا بكري دابا راه يلاه العشرة سالينا كلشي أنا أنا هاد البطلة اللي كدير ماما مع القطبان اللي كترمل بها القطبان كأنها كلها بالخبز عزيزة عليا ها نقية أنا صافي دابا غنجلسو ناكلو هيا ها هو الكذاب ديالنا الحاج مسكين هيا ايوا نقولوا بسم الله حاولي ولا صعيب بصح لا ماشي في سميتو ماشي تعلق انا بديت بالبلاين وهذا بصح كتحمقنا كنتكم بوقت الشاب رفقت قبيله خليتها مع ماما وخالتي حمتها الله وعدت كتقلب ماما ماما حنا ما كنديروش بولفاف كنديرو بحال هكا كبدة شحيمة قولي لي برية كبدة شحيمة بحال هكا وي ماما ها هو كيديرو الشحمة ما بين الكبدة والرية والقلب مالك هذاك اصغر طيحان ديال المعنى راه ديال ما ديال سيليا يا سيليا تاكل الطيحان ماما الطيحان الكبير ديال المعزه شكون اللي ياكله شركه ديال سيليا حيت صغيره بحالها راه درت لك ماما السحور كامل دابا انا كنعطيك السحور في سميتو ياك ماما عادي درتي لي السحور في املو بيخه سقم دابا انا درت ليه السحور بصح ديال هكا راه رشا دايره رشا حاد زعما
سيق حتى نص الطحين داك الدم وهذا، قالت لك لا خصك تسيق الدروج كامل من الفوق حتى للتحت، تسيق الدروج من الفوق حتى للتحت زعما الحداقة غتبين على الحداقة. مع شي ناس قالوا لها ركبتي الضفار ما بقيتيش حادقة. يلا المهم انا ماما مسكينه شوطات دوك الكرعينات والراس ديناه لواحد الدراري الفوق تيشوطو في الزنقه. هنا عندي التقليه ديال المعزي وهنا عندي التقليه ديال المغربي، خصني نتبالى بهم بجوج. السي عادي جاي يعاون. ويلي 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 لبس حوايجك لبس حوايجك راه ما بقاش مني راه كي عادي جاي يعاون في التقليه. باش نبدا معزي ولا غنمي؟ باش نبدا عادي. شوفوا كوزينتي ماما راه داكشي على قد الحال. تنقول لها ماما نصاوب لك البلاكار ديالها، لا 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 نخليك انا عاجبني هذا وجبت ليها البلاكار اش دارت لي حطته في بيت الناس. ماشي البلاكار هي اصلا هاد الكوزينه هذا ولا حطيها حتى الخيط هذا راه تولي عندها كوزينه، وراه تولي عندها كوزينه كبيره. ولكن ماما ما بغاش قال لها خليوا لي كوزينتي ديال الفقيره تاع هادي الشافات. ايوا المهم نصاوب هاد التقليه هادي. يلا سمي الله. صراحه كل عام غندير بحال هكا وفي الاخر غادي نقلب المسايره انا اختي باش من بعد نطفروهم. غنشارك معكم اي شويه شويه من الحاجه. سيدي جايبه صندوق وقالت لك ماما باغا غير تلعب هي فيها الناس. هنا يتعكس غنحاول نقطع هذا وبحال هكا غنشد دابا هذا وجهنا غنحاول نشد الدخلاني هكا باش باش يتقلب بحال هكا يا وغندير ليها هكا باش يتقلب هانتوما وندير صباعي بحال هكا. وانا غدا حتى غنكمل المسيرن كله ما تحكموش ما تزيروش بزاف الضفيره باش من بعد منين غنسلقوهم حيت انا ضروري كنسلقوهم بعد ملي نسلقوهم يجي داكشي زوين. انا بالنسبه لهادي كنديرها بحال هكا حتى كتنقى مزيان عاد ديك الساعه نقطعها ونسلقها كنجرها مزيان بحال هكا باش متبقى فيها حتى وسخه. سعدي قال له راسو يخرج لا بوبيل دابا قال لك نمشيو نشوفو الكزاب ياك عادل عرفتي واحد الطومبيل عندنا كطرد العين قلت ليه خليها هكاك طرد العين مسخه مسكينه حتى الغدا عادي ديها لافاج ان شاء الله. ايوا غنمشيو نشوفو شي كزار الا كان حل. صراحه قلت ليه ما تضربش التماره في تقطع وتا هو ما فيه الصراحه ما يضرب التماره في تقطع جوج راه صعاب باش ذبح الغنم وذبح المعزي راه صعاب استغفر الله. والعيا العيا ديال الصفر وما ارتاحيناش والجرى الجرى 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 منين جينا وحنا الجرى ما جلسناش كاع باش الانسان كيقضي الاغراض اللي خاصينو داكشي راكم عارفين ما جلسناش تبعك شحال من حاجه ملي كنجيبو ايام قليله كنتعذبو بزاف حيت عندك ايام قليله خصك تقضي فيهم بزاف د الحوايج. داكشي اش قلت ليه صافي نشوفو قزار نديو ليه السقيطات بجوج ويفصلهم لينا وداكشي عاد نجيبو لا السويقه عاد تمشي دابا انت هكا وغتجي من الفوق ديال السويقه حيت كاينين جوج لهاد الشيء عاد غادي هكا عاد تهبط قلنا نمشيو عند هذاك ما كتعرفيش انت شكون هو. دابا الكزار اللي كتقدم من عندهم دابا حنا ملي انا براسي تنقول له غنمشي عند صاحبي مول البيجامات ياك عادل غنمشي عند صاحبي مول داب. المهم دوك زعما الاصدقاء اللي كنتقداو من عندهم انا كنفضل لهاد الجهه اللي في السويق. الدراري ما عرفوش الشوطه ماما شوطه الراس ديال المعزي شوطه الكريعنات كاملين بربعه والراس ديال الحاولي شوطه طونس تشويطه وديتو للدراري في الزنقه يشوطوا حيت كيشوطوا نادرين داك اللعيبه مجموعين تيشوطوا داكشي. ايوا هو ديت ليهم اه كاين شوف الاخر شوف الاخر شنو انت هو بنادم نفس ما عندو خاوي حياته.
سد سد متاكد ياك هذا ولا سد هو صافي سير للطن نجيبو السقيطات ونرجعو للخدمه حيتي زعما هادو كتعرفيه كنعرفهم كاملين من هذاك وجبد هذا اللي دزني معاه وهذا حال وغتلقى خاوي فهمتي ريحتها ديال المكارس البانيوات ماما غنديو البانيوات ياك الله اش من سطور دابا الا بناتي دابا نتوما تحاميت على الحولي والمعزه والمعزه مسكينه حقرتو عليها قالت لك بيبي جبت مني حتى شديتها بيد وحده وانا حطيت تما قلت لها بيبي يلا يلا قبل واحد شنو نقول لك ماشي بشويه نحل حاولي مسكين تحاموا عليه هبطوه بليزر وهذيك المعزه حكروا عليها كجي هزي معايا المعزي داروا لنا هنايا في هذا الليزر والغنمي داروا لنا في الاخر عادي قال لك جي هزي معايا الباني راه خاص واحد جوج درجال ولا ثلاثة وحيدي التليفون راه ميمكنش حط 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 ظهري تقسم ظهري تقسم لا هي التقلية ديالنا طابت هادي ديال المعزي ديال المعزي عاقة ديال الغنميتة غدا ان شاء الله الحداقة كتبانا من العيد للعيد اللي حادق حادق وخا ما يعوم من الخميس للخميس هذاك ما يعوم من الاثنين للاثنين لا لا انا اللي حادق تيعوم من الخميس للخميس دابا اللي حاد واش تصور دابا اللي حاد ما يعوم من الخميس للخميس ياه واش كاين انت لقيتي صوني كروا خضر بديتي تخوي فيه راه ديال بابا شورتي هذا ما ديال العبار شارينو بلا فلوس ما مقفضة قاطعة الواد وييه ما كنحملش الجدايه راه حيت دارنا العائله كيدخلوا ويخرجوا يدخلوا ويخرجوا ما انا ما كنحملش الجدايه كنتزفر ملي كنبغي نشقى خصوصا مع الصاد وكاين الصاد اكادي ويحمل حال مال حال انا تعلمت دخلت الصنعه لا عطيني وجهك وي مالها اخويا ايوا مزيان هذيك المره المغربيه الوحيده اللي تقدر تقول خويا انا واجهها بكل بروده بخير ما عندهاش المشكل ياك ما عندهاش كل مشكل تا هو تيقول لها اختي لا والو صحات جابو هاديل شوطو هاد الدراري عندنا هنايا في السنقة والاخر شوطاتو ماما والكرينات شوطاتو ماما دابا غنضرب عليه بواحد الغسلة واحد الحكة بالحلفة شوفو بعدا اختكم قوصات لي ديك خيتي على التفرين تهرس لي الدفر طارت لي الوجه كامل الله يستر يا ربي السلامة ايوا المهم غنضرب عليه بواحد الحكة بالصابون ونغسلو مزيان عاد باش نغسل الاخر ديال المعزة ودير المعزي تا هو باش نديهم الكسار يرسو شوفوا عباد الله شحال دابا في الساعه تقريبا انت يا كون جبتي كون جات السيد ياك وي شحال صغير ورقد هانت شحال زويون هاز البانيو غادي يبيح شو غادي بالبانيو تال عند الكسار قلت ليه انتوما الروس بجوج قلت ليه نديوهم في الطوموبيل قال لك يلاه نديرو لا مارش حنا غاديين بيني وبين الكسار جوج دقائق